السلام عليكم متابعين ديالنا، كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير داخل الوطن وخارج الوطن. كيف ما كتشوفوا جيت نشارك معكم العشيوه ديالي هي، وكنتمنى يا ربي تقبلوا عليا ان شاء الله. انتم المتابعين ديالنا على العشيوه ديالنا اللي كنشاركها معكم، يعني من هنا لقدام اي حاجه كيف ما بغات تكون غنشاركها معكم، بصح بغيت نتوما تقبلوا عليا وتحبوني كيف ما انا كنحبكم، ونكون خفيفة على قلوبكم إن شاء الله. ومازال جاياكم بشهيوات بوصفات كذلك، وصفات البشرة الوجه ووصفات الشعر، يعني مفيدين مفيدين ورائعين والله العظيم، كنتمنى تجربوهم. وإن شاء الله غنشارك معكم هاد الوصفات، يعني من هنا القدام مازال جاياكم بشي حاجة زوينة رائعة. هانتوما المتتبعين ديالنا العشيوة، يعني كما قلت لكم من هنا القدام اي حاجه غنشاركها معكم سواء كبيره ولا صغيره كيف ما بغات تكون غنشاركها معكم. راكم وليتوا بحال حبابي، يعني ما غادي نخبى عليكم حتى شي حاجه، اي حاجه غنشاركها معكم، كل شيء غنشاركه معكم ان شاء الله يا ربي. ويا ربي لما تحيد علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا ربي. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا جلاله الملك، الله ينصر وتشافي لينا يا ربي بالشفاء العاجل ان شاء الله، وتحفظ وتخلي لنا. وكذلك الله يتحفظ الاسره الملكيه والصحراء المغربيه، وتبقى ديما الصحراء المغربيه. وتحيه لتوانسه والجزائر وسواعده واسبانيا، وتحيه للسعوديين، تحيه لجميع الدول العربيه، كنقدم لهم التحيه والله العظيم، كنقدم لهم التحيه من قلبي. وكذلك تحيه للمتتبعين ديالنا حتى هما، تحيه ليهم وتحيه كاع اللي تيحبونا وتيتبعونا وتيتفرجوا فينا، تنقدم لهم التحيه. وكنتمنى تخليوا داك التعاليق ديالكم الزوينه، وديروا ابوني وتشتركوا بالقناه، وديروا اشتراك في القناه، وتضغطوا على الجرس وتدعمونا. الله يجازيكم بخير، كما كتشوفوا عاد بدينا في هذه القناه، وكنتمنى توقفوا معنا وتدعمونا. وتحيه لكم المتتبعين ديالنا، وكنتمنى تبقاو بخير وعلى خير.